مرحبا بكم في مكتبتي. الحديث عن الأمثال حديث مطرب حقيقة. المغرب يتوفر على هيمالايا من الأمثال، فيها السياسي، فيها الاجتماعي، فيها الفكاهي كذلك. لذلك أنا عندي مصنفة إلى هذه الأصناف، سأحاول في هذه الحلقة أن أقتصر على بعض الأصناف مما يمس موضوعنا، وأريد إذا سمحتم أن أبتدئ بالأمثال الدبلوماسية، الأمثال الدبلوماسية التي تتصل بالحياة الدولية للمغرب. وقعت حادثة في أيام السلطان الملك محمد الثالث، أن عددا من الحجاج راحوا في مراكب أجنبية لقضاء مناسك الحج، وعند العودة عوض أن تنزلهم تلك المراكب في مدينة طنجة أنزلتهم في مالطا. الحجاج نزلوا في الميناء مالطا، وجدوا أن الناس غير الناس، اللغة متقاربة، لأنكم كما تعلمون لغة مالطا، والمالطيين، أنا زرت مالطا لعدة مرات، كلامهم فيه كثير من الكلام العربي. الحجاج ظنوا أنهم نزلوا في طنجة، فلم يجدوا في استقبالهم أي أحد من أقاربهم في طنجة. غشهم الذين يملكون المراكب وراحوا، وجدوا أنفسهم في ميناء لا حبيبة ولا رقيبة ولا شيء، فبقوا هناك في مالطا. الناس في المغرب انتظروا الحجاج يجيوا، ما حضروش. أخبروا الملك محمد الثالث الذي كان غيورا كما هي العادة على اختفاء هؤلاء الحجاج. ستستغربون إذا قلت لكم إن الملك محمد الثالث ضرب حصارا في البحر المتوسط على كل المراكب الأجنبية، مهددا بأنه سيحاصر هذه المراكب إلى أن تظهر حقيقة الحجاج المغاربة. هذا الحجاج المغاربة لما شعرت أوروبا بأن مراكبها معطلة أخذت تتباحث فيما بينها، فاكتشف أن المراكب كانت من دوبروفنيك، من جمهورية دوبروفنيك التي هي الآن تحت البوسنة والهرسك. فعلا حصل أن تلك الدول اعتذرت للملك وحملت الحجاج المغاربة إلى ديارهم. هؤلاء الحجاج راحوا يبحثون ويحكون عن مقامهم في مالطا، ويقولون للناس إنهم كانوا يعيشون في حالة مزرية، وأنهم كانوا لا يجدون من الغطاء ما يدفئهم. فنشأ من هذه الحالة الطريفة التي سمعتم قول المغاربة الله يديك المالطا إلى فرش لغطا. هذه من المغاربة عندما يريدوا أن يدعوا على واحد كسول يعني لا يتحرك، يقول له الله يديك المالطا إلى فرش لغطا. هذا المثل وجد من المغاربة وخاصة المرحوم محمد بن الحسن الوزني الزعيم المغربي من تحدث عن هذا المثل وكشفه. هذا مثل من الأمثلة. هناك مثل آخر أظن
أن الوقت لا يسمح به إلا في الحلقة المقبلة.